فهيبقى حاجه عندي بس تعليق بسيط كده على الكونفيدنس انترفل ونمتحن وان شاء الله المره الجايه نكمل السكشن ده. احنا كده كده ديستريبيوشن او نعيد كلام عن السم ديستريبيوشن اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. ببساطه قلنا السم ديستريبيوشن احنا عاوزين نجيب احتماليه لحاجتين، يا اما المين بتاع السم متوسط السم اللي هو اكس بار، يا اما الفاريانس. لما جينا نقسم السم ديستريبيوشن الناس بتبص في الورقه اللي معاها قال لك السم ديستريبيوشن عندي يا اما فور مين يا اما فور فاريانس. انا عندي برانشين نزلت بالبرانشين، البرانش الاولاني اللي هو بتاع المين انا عاوز اجيب احتماليه الاكس بار، البرانش الثاني للفاريانس عاوز اجيب احتماليه الاس سكوير. وقفلنا البرانش بتاع المين لبرانشين كمان، قلنا المين يا اما هجيب احتماليه المين لوان بوبيليشن يا اما هجيب احتماليه المين لتو بوبيليشن. حتى لوان بوبيليشن كنت هجيب احتماليه بروفيلتي لاكس بار بس، في حاله تو بوبيليشن كنت هجيب بروفيلتي بتاعت اكس 1 بار ماينس اكس 2 بار. ده المنظر اللي هنجيب الاحتماليه بتاعته. طيب تحت الوان بوبيليشن قلنا احنا عندنا تحت الوان بوبيليشن للمين انا عندي برضه كام برانش؟ انا عندي في برانشين، يا اما السيجما بتاعتي جيفن، انا عندي السيجما جيفن بستخدم الزد ديستريبيوشن، يا اما السيجما بتاعتي نوت جيفن والاس مديها لي مكان السيجما فكنت بستخدم التي ديستريبيوشن. احنا عندي اول حاجه دلوقتي عاوز اجيب احتماليه الاكس بار، بدخل المساله بشوف اكس بار بسام ديستريبيوشن فور مين، هل هو مديني السيجما ولا مش مديها لي؟ لو مديني السيجما استخدم الزد ديستريبيوشن على طول، استخدم انهي قانون؟ القانون بتاع الزد اللي موجود في اول ناحيه ناحيه الشمال، اول خلايا ناحيه الشمال هو القانون بتاع الزد ديستريبيوشن اللي هو بيعتمد على الاكس بار وعلى المين بتاع الاكس بار وعلى الفارينس بتاع الاكس بار. المين بتاع الاكس بار اللي هو الميو، الفارينس بتاع الاكس بار كنا بنجيبه عن طريق القانون اللي برضه مديه لك في الايه؟ في الناحيه اللي موجوده في الشمال. طيب كويس. الزد ديستريبيوشن اللي هو جداول النورمال ديستريبيوشن كنا بندخل بيها بكام حاجه؟ في حاله الزد ديستريبيوشن او النورمال النورمال ديستريبيوشن انا كنت بديله حاجه واحده وكان بيرجع لي حاجه واحده. كان عندي فيه انبوت وعندي فيه اوت. الانبوت بتاعي كان بيبقى عباره عن ايه؟ بديله قيمه الزد، بديله قيمه الزد بس في حاجتين، الرقم العشر الاولاني في الزد، الرقم العشر الثاني في الزد. الرقم العشر الاولاني ده اللي هو موجود في الخانه الرأسيه، الرقم العشر الثاني موجود في الخانه الأفقية. التقاء الاثنين دول بيديني رقم، ده الاوتبوت. انا بدخل له الزد بيديني اوتبوت، الاوتبوت بتاعي يبقى ايه؟ بيرجع لي الاريا اللي اقل من الزد دي. يبقى اريا بلس زاد الزد. طيب دي اول خانه عندي اللي هو السم ديستريبيوشن الاكس بار لو مديني السيجما، لو مش مديني السيجما كان اللي على يمينها على طول سيجما از نوت جيفن ومديني مكانها الاس، كنت بعمل ايه؟ بستخدم بدل الزد ديستريبيوشن تي ديستريبيوشن. يبقى انا عندي ديستريبيوشن جديد دلوقتي اسمه تي. يبقى انا عاوز اجيب برضه احتماليه الاكس بار عشان ده وان بوبيليشن بس مش مديني السيجما مديني مكانها الاس. كنت بستخدم تي ديستريبيوشن، تي ديستريبيوشن كنت بدخل بي بحاجه ولا حاجتين؟ حاجتين وبيديني حاجه. طيب التي ديستريبيوشن، التي ديستريبيوشن انا الانبوت اللي بدخل له بيه هو التي، قيمه التي اللي انا بحسبها من القانون بتاع التي اللي موجود عندي في الخانه بتاعت التي ديستريبيوشن. كنت بدخل له بالتي حاجه اسمها الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم ده اللي هو ان ماينس 1، ان السامبل سايز ان سمول ماينس 1 بيديني الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم في الخانه الرأسيه بدخل بدور على قيمه التي لغايه ما الاقيها، اطلع فوق اجيب الاوتبوت بتاعي. الاوتبوت بتاعي اللي هو بيبقى ايه؟ بيبقى حاجه اسمها الفا. ايه الالفا دي؟ الاريا اللي اكبر من التي. الناس مقلبه ليه كده؟ الكلام ده المفروض ان هنمتحن فيه النهارده. يعني ايه الناس فاهمه كانت بتقول ايه ولا مفيش؟ الزد ديستريبيوشن كنت بدخل له بالزد بيجيب لي الاريا اللي اقل من الزد. التي ديستريبيوشن كنت بدخل له بالقيمه بتاعت التي كان بيجيب لي الالفا اللي هي الاريا اللي اكبر من التي. كنت بدخل له بالتي وحاجه اسمها الديجري فريدم اللي هي الان ماينس 1. القيمه بتاعت التي والديجري فريدم في الجدول بيديني الاريا الاكبر من التي اللي هي الالفا. طيب بعد كده عندنا تو بوبيليشن، سامبلنج ديستريبيوشن تو بوبيليشن. لو عندي تو بوبيليشن فانا عاوز اجيب حاجه بالمنظر ده، احتماليه اكس 1 باور ماينس اكس 2 باور. هو بيديني في المساله كده بيقول لي عاوز احتماليه مش عارف البوبيليشن الاولاني خدت منه سامبل اكس 1 باور، البوبيليشن الثاني خدت منه سامبل اكس 2 باور، ايه احتمال بقى ان طرحهم من بعض يبقى اقل من كذا او اكبر من كذا او بين رقمين؟ خلاص انا شفت المنظر ده وانا عارف ان ده سامبل ديستريبيوشن الاكس بار او للمين بس في حاله التو بوبيليشن. يبقى انا داخل في البرانش الثاني بتاع سامبل ديستريبيوشن فور مين تو بوبيليشن، نفس الفكره سيجما جيفن ولا مش جيفن؟
لو بصينا السيجما جيفن يبقى انا هستخدم الزد ديستريبيوشن. الزد ديستريبيوشن هحسبها عن طريق قانون الزد اللي موجود عندي في الورقه. حسبت الزد ادخل في التداول بالزد اجيب الاريا الاقل من الزد. طيب لو سيجما مش جيفن المفروض تبقى اكبر. الزد دايما اقل. الزد دايما هي الحاجه الوحيده، هو الجدول الوحيد اللي بدخله بالزد يجيب لي الاقل. كل التام الثانيه اللي اكبر. نفس اللي هو عاملنا. الزد هو الزد ديستريبيوشن نورمال ديستريبيوشن هو الوحيد اللي بيديني الاريا اللي زان. كل الجداول الثانيه بدخله بالقيمه بتاعتي بتجيب لي الجريتر زان اللي هي الالفا. تمام؟ طيب يبقى عندي السيجما لو مش جيفن في حاله التوبيوليشن بيقول لي هشوف انت عدد الانات بتاعتك، الانات بتاعتك لو كبيره هستخدم الزد ديستريبيوشن بالقانون اللي موجود تحت ده. لو الانات بتاعتي صغيره اقل من 30 فانا هستخدم التي ديستريبيوشن بالقانون بتاعي تحت. المفروض تي ديستريبيوشن صلحوها عندكم في الوقت. اللي تحت على اليمين خالص المفروض تي ديستريبيوشن مش زد ديستريبيوشن. يبقى تي بتساوي اكس 1 كامل بس تي 1 ماينس بي 1 ماينس بي 2 مقسوم على اس بي مضروبه في الجذر بتاعته. تبقى جامد في المساله، بقول لك انا عندي الانفليشن ومديك المتوسط بتاع الانفليشن الاولاني والانفليشن الثاني. في حاله السيجما نوت جيفن لو عندي الانفليشن الان 1 اور ان 2 يعني دي او دي لو بوظوا القاعده بتاعتي الاقل من يعني ده ان 1 اور ان 2 اكبر من 30 يبقى انا عندي نورمال ديستريبيوشن. طب احنا بنتفرج على حاجه. احنا قلنا المره اللي فاتت لو عندي تو بوبيليشن هون مين؟ اللي هو الاكس 1 لو كانت السيجما بتاعتي نوت جيفن قلنا قسمناها ديفرنشال كمان قلنا الانات هي اللي هتحكمني. لو الانات بتاعتي كبيره يعني ان 1 اند ان 2 الاثنين مع بعض محققين الشرط اللي هو اكبر من 30 هستخدم الزد ديستريبيوشن. عندكم الكلام ده موجود في الورقه؟ مكتوب اور يبقى نصلحها برضه نكتب اند يبقى كويس احنا نصلح مع بعض عشان نفهم مركزه في الورقه اللي احنا بنشتغل فيها. بعدين دلوقتي اول حاجه الزد اللي عاملين دي خالص تي مكتوب فوق تي ديستريبيوشن بس تحت مكتوب زد اللي هي تي. تاني حاجه السيجما نوت جيفن في الحاله الاولانيه الان 1 اند ان 2 الاثنين لو اكبر من 30 هستخدم الزد ديستريبيوشن. لو واحده فيهم بقى خالفه القاعده بتاعتي لو عندي ان 1 اور ان 2 اقل من 30 هستخدم التي ديستريبيوشن. نفس الفكره جبت قلت التي جبت فريدم بدخل الجدول عشان اجيب الاريا اللي اكبر مني مش عاوز ده كتير. ماشي؟ مش عاوز انا بعيد عشان الكلام ده انت هتنجحني فيه كمان شويه. ما تقلقش. طيب خلاص خلصت كده السم من ديستريبيوشن فور مين؟ بجيب احتماليه الاكس بار سواء اون بوبيليشن او تو بوبيليشن. تلاقي فرنش فرنش الكبير الثاني اللي هو السم من ديستريبيوشن للفاريانس عاوز اجيب احتماليه الاس سكوير التشتت بتاعي. كان في فرنشين بس يا اما وان بوبيليشن يا اما تو بوبيليشن. تخيل ان ناحيه الشمال وان بوبيليشن كنت بستخدم فيها الكاي سكوير ديستريبيوشن. القانون بتاع الكاي سكوير جيفن كنت عشان استخدم الكاي سكوير ديستريبيوشن الرمز بتاع الكاي سكوير ادخل بحاجتين برضه في الجدول زي التي كنت بدخل بالقيمه بتاعت الكاي سكوير والديجري اوف فريدم. نفس الفكره الديجري اوف فريدم اللي هو في الخانه الراسيه بدخل ادور على الكاي سكوير لغايه ما الاقيه بعد كده اطلع فوق اجيب الاوتبوت بتاعي اللي هو الناتج اللي بطلع منه الجدول اللي هو الالفا او الاريا اللي اكبر من الكاي سكوير ديستريبيوشن. بما ان القيمه دي سكوير يبقى انا ما عنديش اي حاجه على شمال الزيرو كله بوستيف يبقى الديستريبيوشن بتاعي مش من المنظر بتاع النورمال ديستريبيوشن حاجه من المنظر ده. انا عندي كله بعد الصفر لان انا سكويرد انا ما عنديش اي حاجه بالنيجاتيف. ده الشكل بتاع الكاي سكوير ديستريبيوشن كنت بدخله برضه بالقيمه بتاعت الكاي سكوير بالديجري فريدم بتاعي اللي هو ال ماينس 1 في الجدول يديني الاريا اللي اكبر من الكاي سكوير اللي هي الالفا. طيب خلصنا كده ناقص حاجه واحده اللي هي سم للديستريبيوشن فاريانس بس في حاله التوبيوليشن. انا عاوز اجيب احتماليه بروبيلتي ل الاس 1 سكوير الفاريانس بتاعت السامبل الاولانيه مقسومه على اس 2 سكوير. عاوز اجيب احتماليه حاجه بالمنظر ده كده. فانا عاوز اعمل سامبل ديستريبيوشن اجيب احتماليه الفاريانس بس مش فاريانس واحد بس فاريانسين اثنين فاريانس كل فاريانس للديستريبيوشن. يبقى انا عندي تو فاريانس الريشيو بتاعهم عاوز اجيب الاحتماليه. هستخدم ايه؟ هستخدم اخر ديستريبيوشن اللي هو اسمه اف ديستريبيوشن. ده كان ارخم ديستريبيوشن فيهم عشان فيه شغل شويه. اف ديستريبيوشن ده بدخل فيه بكام حاجه؟ كام انبوت بدخل بثلاثة عشان اجيب اوتبوت واحد. كنت بدخل بقيمة الاف اللي بحسبها عن طريق القانون اللي موجود تحت اليمين خالص.
كنت حاجه اسمها ديجري اوف فريدم واحد. ليه ديجري اوف فريدم واحد؟ عشان عندي تو بوبليشن، كل بوبليشن باخد منها سامبل. انا عندي ان واحد سمول وان اتنين سمول، فعندي ديجري اوف فريدم واحد اللي هي الخانه الافقيه اللي فوق، وعندي ديجري اوف فريدم اتنين. بفضل اقلب في الجداول، انا عندي كذا جدول الاف ديستريبيوشن، بشوف هل التقاء الديجري اوف فريدم واحد مع ديجري اوف فريدم اتنين بيديني الاف اللي انا حسبتها. لو اداني الاف اللي انا حسبتها يبقى الالفا بتاعت الجدول هي الاريا اللي اكبر من الاف بتاعتي. يبقى ده الديستريبيوشن بتاع الاف، نفس الفكره هدخل بطريقه الاف والديجري اوف فريدم الاولاني والديجري اوف فريدم الثاني عشان يديني الجدول بتاعي اللي هو الاريا اللي اكبر من الاف اللي انا بديها. ده ملخص سريع للكلام اللي اتقال المره اللي فاتت، وان شاء الله احنا هنتحل فيه المره دي. في حد عنده اي اسئله في الورقه اللي احنا كاتبينها دي؟ الورقه بتاعت السبب ديستريبيوشن كان فيه كومنتين بس، الكومنت الاولاني اللي هو تحت دي تي مش زد، الكومنت الثاني اللي انا عندي ال ان1 اند ال ان2 لازم يبقى اكبر من 2 او يساوي 30 عشان نستخدم الزد ديستريبيوشن. في واحد كمان، في واحد كمان طيب انا برضه اكتشف حاجه كمان ناحيه اليمين خالص، انا عندي 1 بوبيليشن اس سكوير جنبيها دي 2 بوبيليشن. طيب حد عنده اي اسئله في الكلام اللي هنتحن فيه النهارده؟ اي مشاكل؟ في الجدول بتاع دي بجيب الافريج ازاي؟ طيب نركز مع بعض يا شباب. لو طلع عندي مثلا البروبيلتي، حسبت البروبيلتي ولقيت ان البروبيلتي بتاع الدي او الدي اكبر من 2.5 مثلا. تمام؟ عجز دي اوف فريدم 14. احل الكلام ده ازاي؟ هدخل في الجدول بتاع الدي ديستريبيوشن. مش عاوزين صوت. الجدول بتاع الدي ديستريبيوشن انا عندي هنا في الفا وعندي هنا الدي اوف فريدم. هشوف الصف رقم 14 اللي هو الديجري اوف فريدم بتاع المساله بتاعتي. المساله بتاعتي كان ان فيها 15 فانا حسبت الديجري اوف فريدم بتاعت 14، فانا هشوف الصف ال 14 وافضل ماشي لغايه ما ادور على 2.5 اللي هي التي بتاعتي. الاقي وليكن مثلا انا عندي هنا 2.2 و2.5، ما عنديش او خليها 2.6، ما عنديش ال 2.5 اللي انا بدور عليها. في الحاله دي لما اعمل ايه؟ المفروض هنعمل حاجه اسمها انتربليشن، بس دكتور قال ما تبداوش انتربليشن عشان هاخد منكم وقت. وخد الافريج، يعني ايه خد الافريج؟ هنشوف 2.2 الاريا اللي اكبر منها الالفا وليكن مثلا هتطلع 0.05 2.2 ال 2.6 الاريا اللي اكبر منها 0.025. طيب في الحاله بتاعتنا دي الاريا اللي اكبر من 2.5، 2.5 رقم موجود بين الاثنين دول، فبالتالي الاريا بتاعتك موجوده بين الاثنين دول، هتبقى 0.05 0.025 على الاثنين. تمام؟ نفس الكلام في الباي سكوير برضه. الباي سكوير نفس الفكره، بدخل في الديجري اوف فريدم وافضل ادور على الباي سكوير لغايه ما الاقيه. ما لقيتوش اشوف الرقمين اللي ما بينه اليمين والشمال واطلع عليه بالافرج بتوع الايه؟ بتوع الاريا الاكبر. بالنسبه للاف ديستريبيوشن، الاف ديستريبيوشن بندخل بثلاث حاجات. الاف ديستريبيوشن بسرعه كده. لو قال لي انا عاوز البروبيلتي بتاعت اف لم يكن اكبر من 11 مثلا، ومديني ان 1 بتساوي 25 وان 2 بتساوي 20، يبقى انا عندي في الجري فريدم الاولاني هو 25 ماينس 1 يعني 24، والجري فريدم الثاني هو 20 ماينس 1 يعني 19. هدخل على اول جدول، الجدول اللي مكتوب عليه فوق الفا بتساوي 0.1 تمام. وبعد كده هشوف الجدول بتاعي الاقي فيه 2 جري فريدم، الاقي فيه ديجري اوف فريدم فوق واحد وهنا ديجري اوف فريدم اثنين. الواحد ده اللي هو اول واحد عندي اللي هو 24، انا هدور على عمود رقم 24. الثاني ده اللي هو رقم 19، انا هدور على الصف رقم 19 واشوف الاثنين دول بيتقابلوا في رقم قيمته ايه. لو بيساوي 11 يبقى انا عندي الجدول بتاعي هو اللي الالفا بتاعته 0.1، يبقى الجدول ده صح. لو بيساوي ليكن مثلا 9 فانا مش هو الجدول ده، ابص على الجدول اللي بعديه اشوف الانتقاء بتوع الاثنين دول. لو بيساوي 11 يبقى ده الجدول بتاعي، يبقى دي الالفا بتاعتي، يعني هو ده الاريا الجديد ده بيساوي 11. لو حطها في المساله مش هي، ادخل على الجدول اللي بعده. طيب لو ما طلعش في جدول القيمه بتاعتي يعني 11 مثلا بقيت هنا 9 واللي بعديه على طول 15، هعمل ايه؟ نفس الفكره، هاخد الالفا دي والالفا بتاعت الجدول اللي بعده، زي ما عملنا كده في الاف في الكاي سكوير ديستريبيوشن وفي التي ديستريبيوشن. كويس؟ طيب الكلام المفروض الناس كلها تقفل الكويز اللي جاي. هنروح لرقم مرتين، احنا عليه شيتين للمودل انسر نزلناهم على الـ على الـ على الجروب، ومعاكم دلوقتي ورقه فيها الايه؟ فيها الملخص بتاع السنه. طيب ندخل فيها ناخد ملخص سريع جدا، هنتكلم 10 دقائق بالظبط عن الكونفدنس انترفال.
يعني ايه كونفيدنس انترفال؟ الكلام اللي هنحطه في المحاضره بتاعت يوم الثلاث، وان شاء الله هنرجع على النقاش والمره الجايه واللي بعديها يبقى في جزء عنه. طيب. اما بلاش في الموضوع الجديد، حد عنده اي مشاكل في السامبل ديستريبيوشن؟ تاني ولا الثالث؟ أي واحد الأخير خالص صح؟ اللي هو الرابع. الشيت الثاني بتاع عندنا نزل تمام. مي واحد ماينس مي اثنين بالظبط، ايه المشكلة؟ عوض في القانون بتاع السامبل ديستريبيوشن فور تو مين على حسب انا عندي في سيجما جيفن ولا مش جيفن. لو عندي السيجما مثلا جيفن، بس سيجما جيفن فانا هستخدم القانون بتاع زد ديستريبيوشن. انت عندك مي واحد ماينس مي اثنين بتساوي صفر، فتعوضي فيهم هنا بصفر. ايه؟ مش هو مديكي في المسألة يا صفر، انت بتقولي لي ماشي. هو في الحل يعني مش مديكي مي واحد ومي اثنين؟ دي حاجة ناقصة في الجيفن بتاع المسألة. انا ناقص في الشيت، في مشكله في الشيت، انا عندي ناقص في الجيفن بتاع المساله، لازم يديني مي واحد ومي اثنين. مش هعرف احل المساله بتاع السامبل ديستريبيوشن الا لما يديني الميوهات عشان اعرف احل دي، يا اما يديني السيجما يا اما يديني الاس عشان اعرف احل الايه ديستريبيوشن بتاعي. تمام؟ مهندس ايه ده؟ ده الكلام بتاع النهارده ان شاء الله. ماشي الناس طلعوا على الكتاب، حد طلع على الكتاب في سيكشن واحد وحد طلع على الكتاب في سيكشن واحد. كونفيدنس انترفال، الكلام الجديد بتاع المره دي عباره عن ايه الكلام ده؟ انت بس تضاف قوانين ومعادلات محتاج نتكلم شويه عن ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ بنعمله ليه؟ تعال نفرض كده اكزامبل بسيط. لو عندي ديبريشن، لو عندي في مجتمع، المجتمع ده الان بتاعته كبيره، الان بتاعته تبقى كل 2000، تمام؟ بما ان الان بتاعته كبيره هينفع اوصف المجتمع، هعرف اجيب المتوسط بتاع المجتمع او التشتت بتاعه. انا عندي ارقام كتير جدا لدرجه ان انا مش هعرف اجيب مجموع الارقام دي على عدد الارقام كتير. حاجه عامله زي المجتمع مثلا بتاع الشعب المصري، عاوز اعرف متوسط اعمار الشعب المصري. انا عندي 100 مليون واحد، عشان انزل واحد واحد اشوف عمره قد ايه، الموضوع شاق جدا. فلو عندي مجتمع كبير، المجتمع الكبير ده بيحجمني، مش بعرف اجيب منه الخصائص بتاعته، مش بعرف اجيب المتوسط او اعرف اجيب الفارس. في الحاله دي بنعمل ايه؟ لو انا خلاص انا لو نمت معايا اعمل ايه؟ يوم السجن انا لازم اجيب المواصفات بتاعه الايه بتاعه الديفينيشن. قال لك نلجا لحاجه بسيطه جدا، يقول لك نعمل سامبلنج، ناخد عينه، باخد سامبل صغيره، السامبل دي السايز بتاعها ان سمول، عدد معدود ممكن نحسب فيه الاكس بار اللي هو المتوسط بتاع السامبل، وممكن نحسب الاس سكوير اللي هي التشتت. طيب هل القيم دي بتمثل القيم دي؟ يعني متوسط العينه هو نفس المتوسط بتاع الديفينيشن؟ يعني مثلا لو انتوا عينه من الشعب المصري وخدت متوسط اعمار، هل دي متوسط اعمار الشعب المصري؟ لا، انتوا عينه من الشعب. فانا عندي الاكس بار دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه مش بتمثل الميو، لا دي حاجه تقريبا قريبه من الميو، بس مش اكشوال 100% هي الميو. نفس الكلام التشتت، التشتت بتاع العينه مش هو هو نفس التشتت بتاع الكريشن، هو حاجه قريبه منه او بتمثله بس مش هي هي نفس القيمه. طيب انا جبت الكلام ده مش هو هو نفس الكلام اللي انا عاوزه، مش هو هو الميو ولا السيجما او التشتت المتوسط بتاع الديستريبيوشن. فبنعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها انفرنشال ستاتستكس. انفرنشال ستاتستكس، مش عارف انتوا فاكرين اول سيكشن خدناه مع بعض ولا لا، بس كنا قسمنا كده فرنشين، قلنا الاحصاء هنقسمها لايه؟ لنوعين، يا اما ديسكريبتيف ستاتستكس احصاء وصفيه اللي احنا شغالين فيها من اول السنه، يا اما انفرنشال. يعني انفرنشال يعني احصاء استدلاليه، انا بستدل على حاجه. يعني ايه استدلاليه؟ يعني بتوقع كده. يعني قول مثلا انا بتوقع ان درجه الحراره بكره تبقى 95% كده ما بين 22 و26. يعني انا متاكد 95% ان درجه الحراره بين 20 و22 مثلا، هو 22 و26. نفس الكلام، انا متوقع ان السنه الجايه هيحصل مطر ما بين 5 سم ل 10 سم. تمام؟ ب 95% او ب 99%، دي درجه الدقه بتاعتي او التاكد بتاعي. فانفرنشال انا بستدل على حاجه مش موجوده عندي بدرجه دقه معينه، بكونفدنس او ثقه او تاكد معين. طيب يبقى خلاص انا عندي الاكس بار والاس سكوير عاوز استخدمهم عشان استدل بيهم
على الميو والسيجما سكوير. ايه الكلام ده؟ ايه السايكل اللي انا عملتها دي؟ هي دي الكونفيدنس انترفل اللي انا عاوز اجيبها. عاوز اجيب الميو والسيجما، عاوز اجيب استدل على القيم دي او استنتجها او اتوقعها بكونفيدنس بدرجه ثقه معينه باستخدام القيم بتاعه السامبل اللي عندي اللي هي الاكس بار والاس سكوير. السؤال بيجي ازاي؟ بيجي يقول لي وليكن مثلا بكونفيدنس انترفل تمام او بكونفيدنس معين بدرجه ثقه معينه وليكن مثلا 99%. انا عاوز ابقى متاكد ب 99% من قيمه الميو دي. هات لي قيمه الميو دي بدرجه تاكد 99%. فهات لي 99% كونفيدنس انترفل فور ميو. هتعمل حساباتك وتخلص المساله في الاخر تقول لي ان الميو تقريبا بتساوي ما بين 1 ل 3 تمام؟ ده كونفيدنس انترفل 99%. يعني ايه؟ يعني انا متاكد 99% ان الميو تقع بين القيمتين دول. ده التاكد بتاعي. هيجي يقول لك انا عاوز مثلا ب 95% كونفيدنس انترفل للسيجما سكوير. يعني انا عاوز استدل على قيمه السيجما سكوير دي بدرجه تاكد 95%. هيقول لك اه السيجما سكوير دي بعد ما تعمل الحسابات بتاعتك بتساوي 0.5 ل 2.5 بكونفيدنس 95%. يعني متاكد 95% ان السيجما سكوير بتاعي بتقع ما بين 0.5 ل 2.5. ده ملخص سريع للكلام اللي احنا هنقوله في السكشن. تقسيمه السكشن بتاع المره دي عامله زي بقى؟ نفس التقسيمه بالظبط بتاعت السكشن اللي فات بتاعت فاميلي سوليوشن. بس طلع الورقه اللي احنا جبناها لكم، الورقه الثانيه بتاعت كونفيدنس انترفل، هنلاقي ان التقسيمه بالظبط هي هي. انا عندي تو برانشز او برانش، انا عاوز اجيب انترفل الميو او انترفل للسيجما سكوير. يعني انا عاوز اتوقع يا اما الميو يا اما اتوقع السيجما سكوير. ليه عاوز اتوقعهم؟ عشان هما بيمثلوا بوبيليشن كبير قوي صعب احسبهم، فانا مضطر اتوقعهم مش عارف احسبهم او اجيب القيمه الاكشوال بتاعتهم. فانا عندي قيمتين، يبقى هتوقع الميو يا اما هتوقع السيجما سكوير. طيب لو طلب مني ان انا اتوقع الميو عندي كام برانش؟ لو بصينا على البرانش بتاع الميو كونفيدنس انترفال للميو عندي برانشين برضه. اول برانش الصوت. الصوت بوبيليشن تو بوبيليشن وان بوبيليشن زي ما اتفقنا. هل السيجما جيفن ولا مش جيفن؟ لو السيجما جيفن يبقى ده البرانش الاولاني، لو السيجما مش جيفن يبقى ده البرانش الثاني. لو السيجما جيفن زي الديستريبيوشن، ولو السيجما مش جيفن في ديستريبيوشن. طيب البرانش الثاني انا عندي تو بوبيليشن، لو عاوز اتوقع تو بوبيليشن. يعني عاوز اتوقع تو بوبيليشن؟ يعني هي يقول لي مش عاوز بقى كونفيدنس انترفال للنيو، لا انا عاوز كونفيدنس انترفال لاثنين نيو، نيو واحد ماينس نيو اثنين. يعني السؤال من المنظر ده انا عاوز وليكن 95% كونفيدنس انترفال لنيو واحد ماينس نيو اثنين. جبت القيمه دي كانترفال كفتره بدرجه تاكد 95%. فده حاله التو بوبيليشن للمين. فتو بوبيليشن للمين برضه عندي السيجما جيفن ولا مش جيفن؟ لو السيجما جيفن بستخدم في الديستريبيوشن على طول، لو السيجما مش جيفن كنت بعمل ايه؟ بشوف الانات، لو الانات كبيره زي الديستريبيوشن، ولو الانات صغيره اقل من 30 كنت بستخدم في الديستريبيوشن. ده التوقع اللي كنت بعمله للمين اللي هو الميو. تاني توقع او كونفيدنس انترفال كنت بعمله للفارينس تحتيه كام برانش؟ هنلاقي تحتيه تو برانشز. اول برانش هل عندي 1 بوبيليشن ولا 2 بوبيليشن؟ لو 1 بوبيليشن البرانش الاولاني بستخدم الكاي سكوير ديستريبيوشن، ولو عاوز اتوقع 2 سيجما اللي هي سيجما 1 سكوير على سيجما 2 سكوير كنت بستخدم الاف ديستريبيوشن. هتلاقوا تحت كل برانش انا عندي فيه رقم، البرانش الاولاني فيه رقم 1، البرانش الثاني 2، 3، 4، كل رقم من دول في الصفحه اللي ورا بيمثلوا قانون. القانون الاولاني بتاع النيو عاوز اتوقع قيمه النيو، عاوز اتوقع الكونفيدنس انترفال معين، هقعد في انهي قانون؟ في القانون الاولاني اللي هو عباره عن ايه؟ الاكس بار اللي هو المتوسط بتاع السامبل اللي عندي، انا عندي دلوقتي المتوسط بتاع السامبل والفارس بتاع السامبل، فعاوز استدل بيهم على القيم بتاعت النيو والسيجما. فالاكس بار دلوقتي عندي ماينس حاجه اسمها زد الفا على 2 مضروب في سيجما مقسومه على روت الان. ده اللور ليمت، بعد كده في كوما، ايه الكوما دي؟ انا كونفيدنس انترفال، يعني ايه كونفيدنس انترفال؟ انا عندي فتره في لور ليمت وفي ابر ليمت، الفتره اللي انا شغال فيها لما قلنا من 1 ل 3 فانا شغال من 1 لغايه 3 بدرجه ثقه 99، يعني النيو مش هتقل عن 1 ولا هتزيد عن 3 بدرجه ثقه 99%. كويس؟ يبقى انا عندي الشرط دي كوما او الابر ليميت من الناحيه الثانيه. اكس بار بلس زد ارفع على 2 مضروب في سيجما على روت ال. ده بالنسبه لاول قانون. ثاني قانون نفس الفكره بس غيرت زد الفا على 2 سميتها تي الفا على 2. طيب القوانين دي ما فيهاش اي مشاكل، كل الكلام بيبقى فيها جدا الا حاجه واحده بس. لو بصينا للقانون الاولاني اللي مش جيفن ليا هو زد الفا على 2، ده اللي هحسبه. نحسبه ازاي؟ نقولكم المره الجايه ان شاء الله مع بعض.
تاني قانون انا عندي اللي مش جيفن بالنسبه لي ايه هو؟ التي الفا على 2 دي اللي هحسبها عن طريق التداول اللي عندي بقى. ثالث قانون الزد الفا على 2 مش جيفن دي الحاجه الوحيده اللي هحسبها. فانا عندي القوانين دي كلها كل الكلام اللي فيها جيفن بدخل اعوض في القوانين اللي هي اصلا جيفن عندي في الامتحان. يعني في الامتحان هديك الورقه دي فيها كل القوانين وهديك كل الداتا الا حاجه واحده بس انت اللي هتحسبها اللي هي زد الفا على 2 او تي الفا على 2 او التي نوت او الكاي سكوير او الاف ديستريبيوشن عندي اللي تحت. كان ان شاء الله مش هياخد اكتر من ساعه. المره الجايه هناكل مع بعض. المره دي زي ما قلت لكم في مشاكل شويه فمش هعرف اكمل كلام كتير. لو فيها اي حد عنده مشاكل في السمنت سوليوشن يقول لي قبل الامتحان. لو في حد عنده اي مشاكل في التقسيمه اللي احنا قلناها بسرعه دي على الكونفدنس انترفال يقول لي برضه نشرحها مع بعض بسرعه. بس اكتر من كده